أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تغطية جديدة وحلقة جديدة عبر النيل مباشر، ونناقش فيها ملفين رئيسيين. الأول، رئيس مجلس النواب الليبي السيد عقيلة صالح يؤكد على إجماع ودعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفيذ مبادرة إعلان القاهرة لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي. أما الملف الثاني فنطالع فيه، بوتين يدعو الدول الخمس دائمي العضوية بمجلس الأمن لعقد اجتماع لبحث الأزمات الدولية بالتزامن مع احتفالات روسيا بالذكرى 75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية. نبدأ الآن الملف الأول، حيث أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم أن الشعب الليبي سيطلب رسميا من مصر التدخل حال تجاوزت الميليشيات الخط الأحمر في سرت والجفرة. وأضاف صالح أن مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب الليبي، وقد تواصل أعضاؤه مع مختلف مكونات الشعب الليبي الذي أجمع على دعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفيذ مبادرة إعلان القاهرة لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي. يأتي هذا فيما طالب بيان اجتماعي وزراء الخارجية العرب أمس بضرورة سحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة في ليبيا، وشدد الوزراء على رفض ومنع التدخلات الخارجية مهما كان مصدرها. في ليبيا رفضت جامعة الدول العربية في اجتماعها الطارئ على مستوى وزراء الخارجية التدخل الأجنبي الذي يسهم في تسهيل انتقال الميليشيات المسلحة إلى ليبيا، ودعت إلى الحل السياسي الشامل ووقف إطلاق النار. وجدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الدعوة لخفض حالة التصعيد العسكري والتوصل لتهدئة سلمية على كافة الأصعدة. أن الهدف المباشر الذي يجب أن نسعى إليه كما سعينا دائما منذ إبريل 2019 هو إيقاف القتال وخفض حالة التصعيد العسكري الخطيرة في الميدان والتوصل إلى تهدئة فورية على كافة خطوط المواجهة وخاصة حول سرت. ورحب المجلس الوزاري العربي بإعلان القاهرة بشأن ليبيا والذي يرتكز على الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة. من جهته أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر لم ولن تتهاون مع الإرهاب وداعميه، ولن تتوانى عن اتخاذ كل إجراء كفيل بمنع وقوع ليبيا الشقيقة تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة. يأتي ذلك في الوقت الذي اتهم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا بأنها تدير لعبة خطيرة في ليبيا، وعبر عن دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي وحق مصر في التدخل في الصراع الذي تشهده جارتها. وحظي بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ليبيا بدعم شعبي كبير في ليبيا وتأييد عربي ودولي واسع لكل ما تتخذه مصر من إجراءات مشروعة لحماية أمنها واستقرارها وتأمين حدودها وأراضيها وسلامة شعبها وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في ليبيا. مشاهدينا الكرام، للمزيد من النقاش والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الآن سعادة السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير أهلا بك. أهلا بك فندم. أولا، كيف تقرأ التصريحات التي صرح بها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والذي قال فيها إن تخطي الميليشيات للخط الأحمر في سرت والجفرة من شأنه أن يعني يفاقم الأمر ويدعو مصر للتدخل وهو تدخل مشروع كما قيل؟ يعني التصريحات التي أدلى بها المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، أنا عايز أقول البرلمان الشرعي الليبي الذي يمثل الشعب الليبي بجميع مكوناته، هذه التصريحات بتأتي في إطار العلاقات الوثيقة والتاريخية القائمة بين مصر وليبيا. المستشار عقيلة صالح عندما
يصرح بأن الشعب الليبي بجميع مكوناته سواء في الغرب الليبي أو الشرق أو الجنوب الليبي يؤيد جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لوقف إطلاق النار وحقن دماء الليبيين والحفاظ على الأمن القومي الليبي، يعي تماما المسؤولية الملقاة على عاتق مصر، ويعي تماما حرص مصر على حقن الدماء الليبية وحرص مصر على تحقيق الأمن والاستقرار، وحرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رفع المعاناة عن الشعب الليبي. التصريحات اللي أدلى بيها المستشار عقيلة صالح بتعكس العلاقات الوثيقة القائمة بين الشعب المصري والشعب الليبي. وإحنا نتذكر عندما زار المستشار عقيلة صالح مجلس النواب المصري في يناير الماضي طلب تدخل القوات المسلحة المصرية لمساعدة الجيش الوطني الليبي في حرب الجيش الوطني الليبي ضد الإرهاب والميليشيات الإرهابية التي بتعيث الفساد والتخريب والتدمير في الأراضي الليبية. المستشار عقيلة صالح كان واضحا عندما أعلن أن كل مكونات الشعب الليبي بتؤيد جهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقن دماء الليبيين وتحقيق الأمن والاستقرار من خلال مبادرة إعلان القاهرة لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، انطلاقا من تأكيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أن أمن واستقرار ليبيا هو جزء من أمن واستقرار مصر، وأن الأمن القومي الليبي هو جزء من الأمن القومي العربي. طيب ابقى معنا، نعم ابقى معنا سعادة السفير، سنعود إليك مرة ثانية. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الآن من العاصمة البحرينية المنامة عبر سكايب الأستاذ أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط. أستاذ أمجد أهلا بك. أهلا بكم. بالأمس صدر بيان عن اجتماع وزراء الخارجية العرب، هذه الجلسة الطارئة التي عقدت بناء على طلب من مصر، دعا بيان وزراء الخارجية العرب إلى سحب القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا والمرتزقة من على الأراضي الليبية. إلى أي مدى يمكن البناء على هذا البيان في حل الأزمة الليبية وفي إخراج القوات الأجنبية الموجودة وعلى وجه التحديد القوات التركية؟ طبعا البيان يؤكد أن العرب يجمعون اليوم على الدفاع عن ليبيا ودور مصر السيادي الريادي القيادي في الوصول للسلام ودحر المحتل التركي من المغرب العربي تحديدا غرب ليبيا. بيان وزراء الخارجية العرب يوم أمس يعني صراحة كان يبعث الكثير من الأمل في قلوب الليبيين على أقل تقدير، هنا كونه خطوة صحيحة في اتجاه حل الأزمة. وأعتقد في 48 ساعة القادمة آليات تنفيذ هذا البيان ستكون واضحة وجلية للجميع. البيان بشكل عام مؤشر قوي على رؤية عربية موحدة ورسالة واضحة لأنقرة وميليشياتها تحديدا في هذه الأزمة. الحل في القاهرة والأعداء سيقهرون بشكل كبير، أعداء هذه الأمة إذ لم يلتزموا بمثل هذه المبادرة. الإجماع العربي كبير على دعم المبادرة المصرية وعلى دعم ليبيا والحفاظ على أمنها واستقرارها، هو أهم إجماع تاريخي ورسالة عربية واضحة. طبعا هناك توجه الآن لمجلس الأمن لهذه المبادرة، المفروض ما بعد البيان ستقوم به بعض الدول العربية، والتوجه إلى مجلس الأمن ولسحب القوات التركية الغازية ومعها ميليشيات سوريا. هنالك رسائل أرسلت لي عبر أطراف عربية وإقليمية ودول محترمة وعظيمة للناتو كي يضغط على الأتراك، ولكن يبدو نحن ما زلنا أمام سيناريو ميليشيات سوريا والسراج في ليبيا، وهي تطبق نظرية الاستعمار بالرضا حسب ما وصفها أحد المغردين الدلع الإماراتي. ورأينا كذلك أن هنالك احتراض من بعض الدول، ولكن هذه الدول من احترضت هي لا تستطيع أن تسيطر على الشارع. على سبيل المثال
في الصومال لا تستطيع السيطرة على الشارع في مقديشو، وعصابة قطر اللي هي وجبة لجوعان أنقرة وميليشيات السراج الخاطفة للدولة احترضوا على البنود. لو ما ذهبنا لهذه البنود اللي محترض عليها، هي السابع ورغم الثامن والبند 11، الرغم البند السابع لا توجد دولة في العالم تستطيع الاحتراض على هذا البند. يقول البند بصريح العبارة رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية أي إن كانت التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية. طيب لما تحترض هذه الدول؟ لأنها ليست بدول، من يحترض على مثل هذه البنود وليس بدولة هو عصابة. ولهذا لا تستغرب أن العصابة تقف مع العصابات، عصابة تميم وجماعته يقفون مع المرتزقة. لما؟ لهذا احترض قطر على البند 11، وهو كان يتحدث التأكيد على أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية. طيب أي دولة عربية، حتى لو لم تكن دولة عربية، أي دولة في العالم تحترض على أن تطبيق القانون الدولي وإلزام أن لا يكون هناك مرتزقة في ليبيا؟ لماذا تحترض قطر؟ لأنها تتصرف كعصابة وليس كدولة ومؤسسات، ولهذا وهي اليوم الحقيبة المالية لهذه لهؤلاء المرتزقة، ولأن هي من تدعمها. وإن رفضت قطر وقالت أننا لا ندعم مثل هؤلاء الإرهابيين، هي احترضت بهذا الأمر عندما احترضت على هذا البند، والبند صريح، يعني لا يوجد شيء يجعلك أنه تحترض على هذا البند. يعني التأكيد على أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة، أين المشكلة في هذه البنود؟ المشكلة هي بسيطة، أن من احترض لديه دور بشكل أو آخر في دعم هذه الميليشيات الإرهابية، وهو لا يريد أن يكون العرب دور في هذه المنطقة. أعتقد الرسالة المصرية واضحة، سرت خط أحمر، ومن جرب سابقا وتحدى مصر رجع بتابوت أحمر. نعم، طب ابقى معنا سيد أمجد طه، سنعود إليك مرة ثانية، ونعود مرة أخرى مشاهدينا إلى سعادة السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير أهلا بك مرة ثانية. أهلا بك يا فندم. تساؤل طرحه مراقبون في أو حول بيان وزراء الخارجية العرب بالأمس، عندما طالب البيان بسحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة على ليبيا، وتساءل البعض لماذا لم يعني يكتب في البيان أو يعلن في البيان أو يتفق في البيان على تسمية الأمور بمسمياتها وإخراج القوات والمطالبة بإخراج القوات التركية من الأراضي الليبية، خصوصا أن دخول تركيا في الأراضي الليبية وفي المشهد الليبي عقد الأزمة الليبية بشكل أكثر. يعني المجتمع الدولي بأكمله يعلم علم اليقين، يعني قيام تركيا بغزو الأراضي الليبية وانتهاك السيادة الليبية وقيامها بنقل الميليشيات والعناصر الإرهابية من سوريا ومن تركيا إلى الأراضي الليبية واستمرارها في انتهاك حظر توريد السلاح إلى ليبيا ومن خلال انتهاك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة في هذا الشأن. ولكن يعني المجتمع الدولي يعلم علم اليقين أن المقصود من التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية، المقصود بها تركيا، وتركيا تعمل دائما على زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والعالم يعلم وبيشوف كل يوم انتهاكات تركيا لسيادة الأراضي العراقية، الانتهاك بتاع السيادة السورية وانتهاك السيادة الليبية. من هنا يطرح السؤال يعني سعادة السفير، نعم، من هنا يطرح سؤال آخر، عذرا للمقاطعة سعادة السفير محمد عبد الحكم، يطرح سؤال دائما ما يدندن المسؤولون الأتراك في لقاءاتهم مع مسؤولين أوروبيين أو غربيين بأنهم يعني دخلوا إلى الأراضي التركية بناء على الاتفاق مع الحكومة كما يقولون المعترف بها دوليا وهي ممثلة في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة، رغم أن مراقبين آخرين يقولون أن هذه الحكومة حكومة السراج لم تحظى بالموافقة من قبل السلطة الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي وهو مجلس النواب الليبي بقيادة عقيلة صالح. يعني أولا يعني حكومة الوفاق الوطني هي حكومة فاقدة الشرعية
ولم تحظى بتصديق وموافقة برلمان تبرك، البرلمان الشرعي المنتخب من الشعب الليبي. هذا فضلا عن أن حكومة الوفاق لا تمثل جميع أقاليم والأراضي الليبية، ولكن تركيا نجحت في استغلال هذا الموقف وسيطرت على قرار حكومة الوفاق، وأصبحت حكومة الوفاق أداة طيعة في يد تركيا من أجل تحقيق أطماع تركيا في المنطقة العربية وخاصة في ليبيا، ونهب ثروات الشعب الليبي من النفط والغاز. لكن المجتمع الدولي يعلم علم اليقين انتهاك تركيا للسيادة الليبية، وإحنا شفنا التصريحات الصادرة عن الرئيس الفرنسي ماكرون عندما أشار إلى البلطجة اللي بتقوم بها تركيا في منطقة البحر المتوسط، والبلطجة اللي بتقوم بيها في ليبيا من خلال انتهاك السيادة الليبية، ومن خلال الاصطدام بالسفن البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تعمل في إطار مهمة إيريني من أجل تطبيق قرار الأمم المتحدة الخاص بحظر توريد السلاح إلى ليبيا. الرئيس ماكرون أكد مرارا وتكرارا أن تركيا بتمارس لعبة خطيرة في منطقة البحر المتوسط، وبتستغل عضويتها في الاتحاد الأوروبي، من عضويتها في حلف الأطلنطي من أجل التهرب من الالتزامات الدولية الخاصة بالعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. لكن المجتمع الدولي يعلم علم اليقين انتهاكات تركيا في شمال العراق، انتهاكات تركيا في سوريا، الغزو التركي للأراضي الليبية. ومن هنا جاء القرار الصادر عن الجامعة العربية، وأنا شايفه قرار في منتهى القوة عندما تمام. أكد على نعم وصلت الفكرة. نعم سعادة السفير، وصلت الفكرة سعادة السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، ابقى معنا وسنعود إليك مرة ثانية. نعود مرة أخرى مشاهدينا الكرام إلى مراسلنا من العاصمة البحرينية المنامة عبر الهاتف الأستاذ أمجد طه. أهلا بك أستاذ أمجد مرة ثانية. هناك من يقول من المراقبين بأن تركيا وأردوغان سيلعب على عامل اختلافات المصالح بين القوى الدولية والإقليمية حول ليبيا، وبأنه سيعول على دور أمريكي، سيكون متخوف من أي وجود روسي في ليبيا، ومن ثم سيستغل دعم أمريكي سواء من الإدارة الأمريكية الحالية أو من المؤسسات الأمريكية في أن يكون هو ربما شرطي للولايات المتحدة في ليبيا، يمنع أي يعني دخول أو توغل أو تواجد كبير لروسيا أو غيرها من يعني المنافسين للولايات المتحدة خصوصا في هذه المنطقة. رأينا في الملفات السابقة في سوريا على أقل تقدير أن في نهاية المطاف ينتهي دور الأتراك ويبدأ الأمريكان والروس بالتفاوض معا والاتفاق خارج تماما وبعيدا عن تركيا. إن حصل ذلك فهذا بالعكس هذا يؤكد أن مستقبلا تركيا ستصبح مجرد ورقة تستخدمها وتحرقها في نهاية المطاف في الولايات المتحدة الأمريكية. حتى وأن فعل أردوغان المصالح الدولية تتغير، ورأينا كيف تغير الموقف اليوناني وكيف تغير الموقف الطليان وكذلك فرنسا خرجت عن الصمت، وذلك طبعا يأتي نتيجا لقوة الدبلوماسية المصرية وكيف استطاعت إقناع هذه الدول العظيمة المحترمة أن تقف مع الجانب العربي ضد الاحتلال التركي. لكن بعض الدول حتى الولايات المتحدة قد تكون لديها رسائل مختلفة، قد تكون حتى هي تريد الضرر لتركيا، وإن كان لديهم غاية مختلفة، ولكن هذه الوسيلة. وهنا دعني أشرح ذلك. على سبيل المثال عندما تدخل تركيا بهذا العمق داخل ليبيا سيتم استنزافها واستنزاف اقتصادها وتدميرها من الداخل. على أقل تقدير هنا شعبية تركيا تنتهي وهي في حالة تصبح قزمة جدا، وإضافة إلى على المستوى الاقتصادي هي تعاني ولا تحصل على شيئا إلى الآن في ليبيا. نعطي مثل بسيط جدا، الطائرات التي بي تي التي ترسلها تركيا من تركيا إلى ليبيا، هذه الطائرة تكلفتها هي 6 مليون دولار، وتكلفة النقل الإضافية تأتي 100 ألف دولار. إذا 6 مليون و100 ألف دولار حتى تصل هذه الطائرة
لليبيا التي تستخدمها الميليشيات لتذهب إلى مناطق أو تطير فوق مناطق القوات الجيش الليبي، فيقوم الجيش الليبي بقيادة القائد خليفة حفتر باستهدافها بعد دقائق من بلوغها للسماء. إذن هذه خسارة 6 مليون بخلال دقائق جدا بسيطة انتهت وتم استهدافها، هذه خسائر كبيرة. واضرب على هذه إلى الآن أكثر من 15 طائرة تم ضربها وانتهاكها وانتهت، إضافة إلى الجندي المرتزق اللي موجود عند الميليشيات الإرهابية وعددهم وصل إلى أكثر من 11 ألف، عفوا 18 ألف من المرتزقة، كل شخص من عندهم يصرف عليه أكثر من 10 ألف، نتكلم هنا ليس راتبه اللي هو أكثر من 2000 دولار، بالإضافة إلى أكله ومشربه وسلاحه وملابسه وغيره من هذه. بهذا بشكل يومي، هذا استنزاف للاقتصاد التركي، هذا استنزاف للمالية التركية، لن يستطيع أن يستمر بهذا لبضعة أشهر أكثر من هذا، ولهذا هو يتجه إلى سرت والجفرة ليحصل على ليسيطر على النفط هناك ويقوم ببيعه عبر الأسواق السوداء، وبعض الدول الأوروبية لا تمانع أن تشتري هذا النفط بسعر أرخص مما هو عليه دولي. نعم، شكرا لك أستاذ أمجد طاهر الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط، كنت معنا من العاصمة البحرينية المنامة عبر سكايب، شكرا لك وشكرا لإسهامك. مشاهدينا الكرام، نعود مرة ثانية إلى سعادة السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير أهلا بك. أهلا بك. ممثل حكومة السراج تحفظ على بند في بنود الاجتماعات والبيان الذي صدر عن وزراء الخارجية العرب وهو المطالبة بإخراج الميليشيات الإرهابية من ليبيا، كيف تقرأ هذا التحفظ وإلى أي مدى يعني يضع هذا حكومة السراج في أزمة أمام المجتمع الدولي لرفضها إخراج الميليشيات الإرهابية، خصوصا أنها تقول أنها من حقها أن تستدعي من تشاء لأنها كما تدعي أنها ممثل شرعي للليبيين أمام المؤسسات الدولية والإقليمية؟ يعني تحفظ مندوب حكومة الوفاق للجامعة العربية على هذه الفقرة أو على هذا البند القرار الجامعة العربية هو أمر متوقع، لأنه هو بيمثل حكومة فاقدة الشرعية، حكومة أداة ضيعه في يد تركيا، فمن الطبيعي أن يتحفظ على هذه الفقرة وعلى هذا البند الوارد في قرار الجامعة العربية، لأن المجتمع الدولي كله يعلم علم اليقين انتهاك تركيا للسيادة الليبية، ويعلم علم اليقين الآلاف من المرتزقة والإرهابيين الذين قامت تركيا بنقلهم من سوريا وتركيا إلى الأراضي الليبية. فالمجتمع الدولي يعلم تمام اليقين الانتهاكات التركية للأراضي الليبية، ويعلم علم اليقين الأطماع التركية في ليبيا والأطماع التركية في سوريا والأطماع التركية في العراق. وعشان كده أنا بقول إن القرار الصادر عن الجامعة العربية هو قرار قوي، عندما أعلن رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية واللي أدت إلى انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية في الأراضي الليبية. والفقرة مهمة جدا الواردة في القرار أيضا اللي هو دعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها وفقا لخلاصات البرلمان الوطني. البيبي في وصلت الفكرة. نعم، شكرا لك سعادة السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا عبر الهاتف. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الملف الثاني في النيل مباشر اليوم، حيث يشارك اليوم نحو 14 ألف جندي روسي في استعراض النصر في العاصمة موسكو للاحتفال بالذكرى 75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية، والتي يتم الاحتفال بها في 8 مايو من كل عام، لكن تم تأجيل الاحتفال هذا العام لظروف فيروس كورونا. وبالتزامن مع الاحتفالات، وجه الرئيس الروسي عدة رسائل للقوى العالمية من خلال كتابة مقال تحت عنوان 75 عاما على النصر العظيم
المسؤولية المشتركة أمام التاريخ والمستقبل، وتناول فيها عدة نقاط أبرزها أن الأمم المتحدة تعمل الآن بتوتر وليس بالكفاءة الممكنة، ولكن تواصل أداء وظيفتها الأساسية لتفادي نشوب حرب كبرى أو صراع عالمي. مشاهدينا الكرام، للمزيد من التحليل وقراءة أكثر في المقال الذي كتبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ينضم إلينا من العاصمة الروسية موسكو الدكتور عمار قناه، أستاذ العلوم السياسية. دكتور عمار، أهلا بك. تحية في سيد الكريم. أبرز ما استوقفك في مقال الرئيس بوتين فيما يخص رسم وتحديد شكل السياسة الدولية فيما بعد الحرب العالمية الثانية. سيد الكريم، ولكن في البداية إذا سمحت لي تصليح فقط بسيط حول أن يعني الاتحاد السوفيتي وروسيا هي تحتفل كل عام في 9 مايو وليس في 8، وذلك أنه يعني هناك الاختلاف ما بين الطرف الأوروبي والطرف الروسي. نعم. فيما يخص يعني الخطاب، يعني أنا أراه أنه يعني جاء بناء على ممكن القول ردات الفعل أو التصريحات أو حتى يعني الممارسة الغربية في الفترة الأخيرة من حيث يعني توجيهات اللوم أو إعادة يعني قراءة التاريخ، وذلك من خلال يعني جعل الاتحاد السوفيتي وروسيا هي جزء من منظومة يعني الشر في تلك الفترة، ويعني من خلال القراءة يعني المبدئية لهذا الخطاب يعني عالج الرئيس الروسي القضايا يعني الجيوسياسية الأهم في المرحلة الحالية، وذلك من خلال المعادلات يعني الجيوسياسية والتي قد تطرق لها، وهي بداية من المعادلة الأولى ما بعد الحرب العالمية الثانية ومن ثم الحرب العالمية الثانية وإلى يومنا هذا مع تشكل يعني المنظومة القادمة، والتي هي يعني رأينا أنه في الفترة تقريبا حوالي يعني 30 عاما الماضية هي كانت يعني منظومة أحادية القطبية، واليوم في التوجه إلى التعددية القطبية. كانت رسالة موجهة باعتقادي يعني أنها ليس فقط للغرب ولكن للعالم أجمع، أنه يجب اليوم الدخول في هذه المنظومة التعددية يعني القادمة، وذلك على أسس يعني شرعية وعلى أسس قوانين دولية، ولا يجب التفريط يعني بالمنظمة الدولية المهمة اليوم وإلقاء يعني كل قراراتها بعرض الحائط. كما يعلم الجميع أنه المرور أو الانتقال من مرحلة جيوسياسية إلى أخرى هي يعني كانت تتطلب يعني معارك عالمية، فاليوم نحن يعني ندخل هذه المرحلة والحمد لله ممكن قول بدون يعني هذه الحروب الطاحنة. فلذلك التوجه اليوم من خلال يعني قراءتي لهذه الرسالة أنه يجب إعادة التفكير جيدا في خوض هذه المرحلة القادمة. هناك ستكون يعني خسارات اقتصادية، ستكون خسارات جيوسياسية في المناطق يعني مناطق كثيرة من العالم، ولكن يعني حتمية الدخول لهذه المنظومة هي يعني مسألة يعني حتمية. فلذلك يجب النظر إلى المصالح يعني الأخرى والحفاظ على قانونية يعني هذا العالم الذي تبلور بعد المعادلة الثانية، وهي بعد الحرب العالمية الثانية، والتي نعم. تمخضت يعني بداية عن ثنائية القطبية واليوم بالاتجاه إلى التعددية. بوتين قال بأن منظمة الأمم المتحدة لا تعمل بكفاءة ممكنة وتعمل بتوتر، ولكن قال أنه يرى أنها تواصل وظيفتها وهي تفادي نشوب حرب عالمية أخرى. إلى أي مدى تستطيع الأمم المتحدة في منع حدوث حرب عالمية أخرى رغم كل الانتقادات التي توجه لها وتوجه لعدم قدرتها على تفعيل القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن أو حتى الجمعية العامة للأمم المتحدة؟
سيدي الكريم، باعتقادي ان هذا يعني الارتباك اليوم يعني الذي نراه من خلال هذه يعني المنظمة الدولية الأهم في العالم، هو يعني أتى بعد يعني انهيار الاتحاد السوفيتي، وبعد الانتقال يعني من الحالة التوازنية في المنظومة الدولية يعني المنظومة الدولية إلى الأحادية. ورأينا يعني خلال الفترة السابقة أن هيئة الأمم يعني وبالذات مجلس الأمن كان يستخدم يعني كأداة سياسية لتمرير المصالح الأمريكية فقط، ولكن يعني اليوم نحن يعني إبان معادلات أخرى. وهنا يعني باعتقادي الطرح يعني الرئيس أنه مباشرة طرح رئيس بوتين للأمريكان أنه اليوم يعني يجب التعاطي بطريقة يعني أخرى مع هذه يعني مع هذه الأداة، وأنها ليست أداة أمريكية هذا أولا، وثانيا يعني يجب على العالم أجمع يعني اللجوء إلى هذه المنظمة، وذلك لعدم وجود يعني إطار دولي آخر لمنع هذه الحروب. وأنا أستشهد يعني من خلال مقالة الرئيس بوتين أنه خلال يعني 75 عاما التي مضت يعني فعلا استطاعت يعني جزئيا يعني هذه المنظمة الحفاظ يعني على الأمن الدولي وعدم خوض يعني حروب عالمية. وقد يعني قارن هنا ما بين عصبة الأمم في مقاله يعني وهيئة الأمم، فلذلك يعني اليوم لا يوجد إطارات قانونية دولية ممكن أن تحفظ يعني الأمن الدولي أكثر من هذا الإطار المتوفر لدينا حاليا. دائما ما توجه انتقادات ل يعني آلية أو أداة تستخدم في مجلس الأمن وهو حق النقد، فلاديمير بوتين يعني طالب وقال أنه يجب أن يستمر هذه الأداة أو هذه الآلية وهو حق النقد لأنه يحفظ توازن النظام العالمي. إلى أي مدى طبعا ربما أي مراقب يتابع يقول ليس من مصلحة أي من الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن أن تتنازل عن آلية كبيرة ومهمة مثل حق النقد، إلى أي مدى هذا ربما يعرقل في كثير من الأحيان الوصول أو حسم أمور نزاعية في المجتمع الدولي وفي المشاكل السياسية التي تطرأ على المجتمع الدولي؟ سيدي الكريم، يعني كما قلت لا يوجد لدينا اليوم يعني إطار آخر يعني أو منظمة أخرى. ومسألة يعني حق النقد يعني ونرجع أيضا يعني للمقالة وأيضا للمعادلة التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية، فعند القول يعني حق النقد هي تمتلكه يعني الدول المنتصرة في تلك الفترة، ولكن يعني بغض النظر عن أنها يعني كانت في محور واحد، ولكن أيضا يعني تشكلت أقطاب جديدة وائتلافات جديدة وانقسم العالم خلال الحرب يعني الباردة. ولكن هذا أيضا يعني الانقسام باعتقادي هو يعني ما وظف العملية التوازنية لهذه يعني المنظمة، والتي يعني من خلالها ومن خلال يعني وضع يعني هذه الورقة يعني على الطاولة هي قد حافظت يعني جزئيا على الكثير من الاستمرار بعمليات مثلا عسكرية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعني أوافقك الرأي سيد الكريم أنها فعلا يعني عطلت الكثير من المسائل والملفات يعني العالقة دوليا ولغاية الآن يعني، وممكن ذكر منها يعني وهي القضية يعني القضية العربية الفلسطينية ومسألة وجود إسرائيل. فرأينا يعني أثناء إبان الاتحاد السوفيتي كان هناك حوالي يعني 300 طلب أو أكثر يعني لإعادة فتح هذا الملف حول قرار مجلس الأمن 242، ورأينا بالمقابل أيضا يعني أكثر من 300 فيتو أمريكي بهذا الخصوص. طبعا هناك يعني إيجابيات وهناك سلبيات لهذه يعني لهذا الإطار في الوقت الحالي، ولكن باعتقادي هو متطلب يعني اليوم لعدم يعني التوسع أو عدم التصعيد العسكري في العالم، وأيضا من يعني ممكن ضبط العملية عملية سباق التسلح والمسألة يعني العدوانية ما بين الدول وأخرى. ونرى اليوم أن النزاعات يعني الدولية هي متفاقمة يعني، والخوف كله من التصعيد والتوجه إلى الأزمات العسكرية. شكرا لك دكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر سكايب من العاصمة الروسية موسكو، شكرا لك. وإلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام تغطيتنا اليوم عبر النيل مباشر، في الغد حلقة جديدة، حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.